اليوم كانت المقابلة في المستوى جيد كما توقعنا إن شاء الله، كما توقعنا، وصراحة الله يعني بغينا المنتخب يبقى في هذا المستوى هذا ولا أكثر إن شاء الله، نشوفوا متعة كرة القدم والمنتخب اللي تعودنا عليه في 98 و 2004 وإن شاء الله القادم أجمل، نتمنى له الخير إن شاء الله. مقابلة يعني من الدرجة الأولى كانت مقابلة تكتيكية، وليد الكراكي تبارك الله عليه يعني جرى الماتش بواحد الطريقة ممتازة يعني، وفي الأخير الحمد لله كيف المغاربة كلهم كانت يترقبوا، سجلنا في آخر يعني 15 دقيقة الأخرى، والفوز الحمد لله يعني عطى واحد الدفعة واحد الشحنة إن شاء الله للمقابلة القادمة، غندخلوا إن شاء الله بمعنويات عالية للتأهل وإن شاء الله المرور للدور القادم. دابا إلا جيتي تشوف يعني الترتيب، يعني كرواتيا في المرتبة الأولى، المغرب الحين في المرتبة الثانية، كندا يعني عرفات أنها خسات ديجا من المجموعه، ما تكونش مقابله سهله، ولكن على الاقل يعني الا دخلنا بنفس العزيمه وبنفس الشراسه فان شاء الله غادي نفوزوا ونحقوا المبتغى والصداره ان شاء الله. صراحه زوينه بزاف وفرحونا ومفتخرين بهم، وصراحه كانت المقابله اكثر من اللي استنينا صراحه، وكنشكرهم بزاف داروا المجهود ديالهم وتقاتلوا على قبل الجمهور وعلى قبل المتسنين ديال العرب كلهم، وكنتمنى لهم الصعود للدور 16 والنهائي ان شاء الله، ولكل العرب اللي باقي ان شاء الله. ان شاء الله 5-0 ان شاء الله 5-0. شنو اللي يطلبها كبيره؟ لا لا اللي يطلب يطلبها كبيره. 5-0 ان شاء الله. ايه انا ساكنه هنا، انا عايشه في قطر. ايه انا مقيمه في قطر. ايه كنا فرحانين من الاول وحنا متابعين للمغرب، وكنا فرحانين بالمجيء نتاعهم وشرفونا في قطر الحمد لله، وتابعناهم من اول مباراه وشرفونا مع كرواتيا، واليوم كيف ما كتشوف مع 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 بلجيكا وان شاء الله مع كندا والى النهائي ان شاء الله. خويا المباراه كانت 100 100 اليوم، احسن ما كاين كاع في الماتشات في المونديال كامل، وما 2-0 ان شاء الله اللي عطينا لبلجيكا، فهمتي؟ هذا الماتش هذا كل شيء تقاتل من المدرب تبارك الله عليه، وليد الركراكي تبارك الله عليه تبارك الله عليه. الله عليكم المغاربه، وربي بقى عليكم الستر، والفيس حاكم العالم، وربي بقى عليكم الستر المغاربه. وبالرسمي اليوم طرح عالي العال، والله عالي العال، والله عالي العال، ربي يخليكم. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.